وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقال السحور والسحور، فالسحور الأكل الذي يتسحر به الإنسان، والسحور بالضم الفعل يعني تسحر الإنسان. والسحور حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأيده بفعله، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فأمر وبين، أمر بأن نتسحر وبين أن في السحور بركة. فمن بركة السحور امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كله خير، كله أجر ثواب. ومن بركته أنه معونة على عبادة، فإنه يعين الإنسان على الصيام إذا تسحر، كفاه هذا السحور إلى غروب الشمس، مع أنه في أيام الإفطار يأكل في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار ويشرب كثيرا. فينزل الله البركة في السحور يكفيه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن بركته أنه يحصل به التفريق بين صيام المسلمين وصيام غير المسلمين. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني السحور، لأن أهل الكتاب يصومون من نصف الليل فيأكلون قبل منتصف الليل، لا يأكلون في السحور. أما المسلمون ولله الحمد فيأكلون في السحر في آخر الليل. وهذه والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب للشرع، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التشبه به، قال: خالف المجوس، وفروا اللحى وحفوا الشوارب، يعني أرخوا اللحى، لا تقصوها ولا تحلقوها. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.